السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ضاء من قناة أسهل وأسرع الوصفات. حبايب قلبي متابعين الكرام، النهاردة معنا وصفة سهلة وسريعة ولذيذة، تشيلي صوص بتقدميه جنب المشويات واللحوم والوجبات السريعة. هنعمله بطريقة لذيذة جدا جدا من المطبخ الروسي. مكوناته سهلة وبسيطة، عبارة عن فلفل الأحمر الحار والثوم وتفاحية وبصلاية كبيرة وطماطم وخل التفاح وعصير تفاح ومعلقتين سكر ورشة ملح. هنبتدي في الكبة بقى، نقطع الفلفل الأحمر الحار وهنضيف عليه 4 فصوص ثوم كبار وهنضربهم كويس جدا. بعد كده هنقطع البصلاية الكبيرة اللي معانا وهنضيفها وهنبتدي نضرب الخليط. هنخلط كويس جدا خلط ناعم. وفي طاسة على النار هنضيف 2 كبار من زيت الزيتون وهننزل بالخليط بتاعنا اللي ضربناه دلوقتي. وهنقلبه 2 دقيقة كده على النار. وهنضيف 2 كبار من السكر. بعد كده هنضيف الطماطم بتاعتنا وهنضربها كويس جدا. وبعد كده هنضيف التفاحية، هنقطعها وهنضيفها. هنضيف على الخليط برضو رشة من الملح. وهننزل بخليط الطماطم اللي ضربناه مع التفاحية، هننزل بيهم على الخليط اللي على النار وهنقلب كويس جدا. بعد كده هنضيف 2 كبار من عصير التفاح و 2 كبار من خل التفاحة، اقصد خل التفاح، 2 كبيرة من البابريكا ومعلقة كبيرة من معجون الطماطم. وهنقلب كويس جدا. وهنسيبه على النار. مدة 10 دقايق. وبعد كده هنبتدي بالهاند بلندر نضرب الخليط كويس جدا، ننعمه كويس جدا جدا. وبعد كده هنعبيه في برطمانات ازاز معقمة تحتفظي بيه في التلاجة.